أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم على مدار ساعة ونص زينة وطعم البيوت. بنلتقي بحضراتكم وبحييكم بكل حب في حلقتنا النهاردة، وبحيي زميلتي العزيزة دعاء عبد المجيد. احنا النهاردة عندنا إيه يا دعاء؟ عندنا حاجات كتير قوي، بس أنا عايزة أقول ملاحظة إن إزاي فعلا عدى كده بسرعة شهر رمضان. يعني 17 رمضان احنا كنا لسه بنقول اهلا برمضان وكل سنة وانتم طيبين. يعني كده احنا فاضل لنا مع المشاهدين حلقة لقاء واحد في رمضان. تخيلي يوم الاثنين اللي جاي بتجري ازاي. فبس يمكن عزقنا ان هو بيعود بسرعة، فبعود يا رمضان شهر مبارك ان شاء الله على الجميع. احنا النهاردة فقراتنا كتير، فقراتنا متنوعة، بنتكلم فيها عن الرياضة، بنتكلم فيها عن فقرات منى، حاجات كتير برضو خاصة بمنى، غير فقراتنا الثابتة، فقرة المطبخ اللي فيها بنرحب بالشيف علا. اهلا بيك يا علا. اهلا بيكم كل المشاهدين زينا الطعم بيوت. الحمد لله. ترجع لك يا علا نسمع التفاصيل. لا تفاصيل انت عارفه بقى بنحب نسمعها، يعني كل تفصيله ناخد بالنا منها. طيب قولي لنا بقى فقراتنا النهارده. هي فرخه واحده بس كده ونبتدي الرجيم. على فكره النهارده كمان بيوافق غزوه بدر، معركه بدر اللي انتصر فيها المسلمين بعدد قليل، نصرهم الله سبحانه وتعالى رغم عددهم القليل، فدي مناسبه برضو يجب ذكرها. الله فلا غالب لكم. فاما بقى فقرات البرنامج، انت بتبداي اول لقاء، فايه موضوع اول لقاء؟ اديني فرصه ثانيه، احنا محتاجين فرصه ثانيه، او غيرنا اللي موجود بيربطوا بينا اي علاقه سواء ما بين الزوجين، محتاجين ان هم يدوا لبعض فرصه ثانيه. انا لو دعاء زعلت مني لا قدر الله وبزعلها كتير، برضو محتاجه ان هي تديني فرصه ثانيه. مش هتديني فرصه حسب تانية؟ بشرط. بصي شفت الشرط بتبتدي عليا بشرط. بص الفرصه الثانيه لو تقصدي بين الراجل وزوجته او الاثنين المرتبطين، أيوة. ممكن يبقى في ثانيه وثالثه، بس لما نختلف نعرف نختلف ازاي، يعني يبقى في حدود للانخلاف. ثقافه الاختلاف. ايوه صح. الرقي في الاختلاف، ما نجرحش في بعض، لو جرحنا في بعض هتسيب يعني رواسب. فصح ولا لا؟ صح. الشرط بتاعي حلو مظبوط. تمام زي الفل. قولي لي بقى فقرتك. فقرتي انا بقى بالنسبه لي انا عندي الرياضه. الرياضه في شهر رمضان انا بالنسبه لي صعبه جدا. بالنسبه للناس انا بشوف ناس يعني بيعملوا رياضه فعلا ورياضه قويه وبيجروا مش ماشي بس. انا بحييهم وبشجعهم، انا ما اقدرش على كده. لكن اكيد ليها شروط، هنعرف ايه الشروط، هنعرف معلومات مفيده قوي، ايه الاصح، مين اللي يقدر قبل وهو صايم، ومين اللي يعمل رياضه بعد، كل ده هنعرفه من خلال لقائي ان شاء الله النهارده على الهواء مع مدرب لياقه بدنيه، واتمنى افيدكم بالمعلومات. انت يا منى ان شاء الله. عندي فقره انامل مصريه معايا سيده مفاجاه جميله جدا ومبهره، تابعونا النهارده ان شاء الله في فقرتنا الثانيه في زينه انامل مصريه. انامل مصريه ومشاريع صغيره وكده زي ما انا فاهمه دي. انا يعني انا بحب قوي، انا شخصيا كمشاهده هي شخصيه مبهره اشاهد ده، خصوصا لو المشروع فيه فكره مبدعه او جديده. طيب ممكن بقى نرجع للشيف علا نعرف بس اسماء الاطباق. احنا محتاجين فرصه تانية. هل فرصه تانية دي بنديها على اطلاقها لاي حد بنرتبط بيه في علاقه؟ هل الفرصه التانية فعلا محتاجين ان احنا نهيئ نفسنا ان ندي فرص زي ما الناس اللي قدامنا بيدينا فرص؟ الموضوع مش قاصر على الزوجين، الموضوع مقصر على كل حاجه في حياتنا، ان احنا لو حتى ما نجحناش في حاجه بنعمل فرصه تانية ان احنا نجرب. ده اللي يعني هسيبه مع ادي العيش لخباز ومع الاستاذه ولاء الجمال الجميله استشاريه العلاقات الاسريه. فعلا انا سعيده ان انا النهارده معاكي. انت عارفه ان انا اسعد. ربنا يخليكي. استاذتي الجميله، هل احنا محتاجين ندي فرص تانية لنفسنا الاول قبل ما نديها لاي حد؟ بصي يا منى هايل، يعني انت وفرتي عليا جمله، قلتي لنفسنا الاول. اولا هو احنا لازم نفهم حاجه، هو ايه اهميه ان احنا نسامح؟ بصي في اي دين، اي ديانه، اي فلسفات روحيه، حتى في الاخر جه علم النفس في ان احنا ان لما بيحصل لنا هيلينج او تشافي نفسي من ضمن الخطوات اللي بتحصل لنا ان احنا لازم نسامح. بالظبط. فتخيلي ان كل دول اتكلموا عن اهميه التسامح. فانا اول ما بتسامح او اول ما بيبقى عندي الفكره او باخد القرار الواعي، هو انا بعمل تسامح او انا بسامح لنفسي الاول. فانا بعمل بطبطب على نفسي وبنقيها من جوه عشان اقدر استقبل بعد كده. بتسامحي هايل،
علشان نفسك الأول، علشان طول ما أنا عندي مشاعر، ما هو أنا لما ما بسامحش إيه اللي بيحصل؟ بيبقى عندي مشاعر غضب، استياء، تراكمات، أحيانا كراهية، أحيانا ممكن توصل كمان لانتقام. تمام، كل الكلام ده أنا ببقى استك أو عالقة جواه، أنا سجينة هذه المشاعر أو سجينة الماضي، أنا ما بطلعش من الكلام ده. فأنا محتاجة إن أنا أسامح عشان أحرر روحي، روحي نفسها تتحرر خلاص، تنطلق بقى، ما كنش أفضل أسيبة ليها. أنا مش أفضل عايشة حصل حاجة زمان فهي هتفضل مسيطرة أو ليها متحكمة في الحاضر وبعد كده المستقبل. بس أنا مش قادرة أسامح في جمال العباية اللي أنت لابساها، يعني العباية اللي أنت لابساها جميلة قوي، فأنا مش عارفة أسامح إزاي، لونها جميل وشكلها جميل. بصي، من الحاجات برضو اللي أنا يعني أنا بقولها كده، الوقت ممكن عوامل خارجية كتير قوي تخليني أبقى عندي تراكمات، زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان انا مفروض الاول ابتدي اعمل الهيلينج او التشافي النفسي ده عشان اقدر استقبل. طيب لو الطرف التاني عمال يزودها في الضغط وسمحت مرة واثنين وثلاثة، وانا لا اعني هنا الازواج فقط، انا بتكلم طرف تاني ايا كان، عمال يزود وانا سمحت واخد الموضوع او اخدت الموضوع فور جراند ان هو خلاص دي مضمونة او ده مضمون، بيسامح شويتين، صح. هتهوي شويتين ولا تتنطط شويتين وخلاص، بعد كده حقك يتاكل بقى. صح، ده اللي انت قصدك عليه. بصي، كتير بقابل ناس اللي هي فكره ان انا اسامح بالنسبه لها مرتبطه يبقى انا اتاخد حقي، او ان كده انا بديله حق في ان هو يأذيني، او كاني بوافق على الإزاء اللي هو عمله معايا. لا على فكرة، انت مش معنى ان انت بتسامحي، بالعكس انت بتسامحي ده قوة. غاندي نفسه اصلا حتى ليه جملة بيقول فيها ما معناها، يعني ان الضعيف ما يقدرش يسامح، القوي الوحيد اللي يقدر يسامح. تمام، فانا لما ابتدي ان انا اسامح تاني علشان نفسي، فانا بحب نفسي، بعد كده بحط الحدود بتاعتي. ما انا ما بسامحش في المطلق. انا اوكي، انا سامحتك عشان زي ما انتوا كنتوا بتقولوا فرصه تانية. انا ما بسامحش في المطلق. بالظبط، صح. لا يعني هو انا هسامح حتى يعني لو حد مستمر في إزائي، لكن مش مجرد ان انا ماشيه بدل تسامح، في حاجات يعني محتاجه ان ارجع خطوه ورا. هديكي مثالين. حد مثلا احنا صحاب وانت عملتي غلطه، مش هعمل كده تاني. هسامحك، اوكي صاحبتي. طيب افرض انت حد مؤذي، يعني على طول للخط انت ايذاء ايذاء ايذاء، اللي انا هعمله ايه؟ ده برضو عشان نفسي، انا هسامح منى. تمام، هسامحها بتعاطف، اوكي، لكن مش شرط ان انا هكمل مع منى. صح تمام، بس هسامحها بتعاطف وبرضو عشان نفسي، عشان ما يبقاش في جوايا حاجه من التراكمات او الشوائب اللي ممكن تعكر صفو حياتي بحاجات كتير. هو ده بقى. ليه اعمل في نفسي كده؟ ليه اعيش بمشاعر كراهيه ومشاعر استياء طول الوقت؟ وعلى فكره بتوقفني، ما بتبنيش علاقه. يعني حتى لما انا وانت يحصل بينا حاجه وحد فينا غلط، على فكره زي ما انت قلتي دي فرصه تانية لتطور العلاقه نفسها. يعني انا العلاقه بتتطور، يعني انا سمحت انت العبايه شكلها حلو لكن انا سمحتك حبيبتي على رأي مقدم، على رأي السوريين مقدم. فهو ده الكونسبت او المفهوم اللي احنا لازم ان احنا ناخده. في ناس تقول هو انا معنى ان انا سامح معنى كده ان انا شخص كده يعني غلبان وضعيف؟ لا خالص، بالعكس خالص. بس هسألك سؤالي استاذه ولاء، هل في اشخاص ما يستحقوش منا فرصه تانية؟ هل بعد استنزاف فرص، ولا من البدايه انا شايفه ان الموضوع ده ما فيهوش رجاء فانا مش هدي فرصه تانية؟ لا، في فرص دايما تانية. انت ممكن فرصه تانية تديها لحد عشان تخليه احسن. انت لما نفسي كمان احسن. بالظبط، خلي بالك ان العلاقات، في ناس كده اللي تسمعي عليهم علاقتهم في الجواز مثلا بقى لها 30 سنه وتلاقيها علاقه كويسه حلوه قوي ما شاء الله وبينهم رباط قوي جدا، هتلاقي العلاقه دي كان فيها كميه تسامح غير عاديه. هتلاقي الراجل دايما يقول ايه؟ والله ده سامحتني لما عمري ما هنسالها. عارفه الناس اللي هو الكبيره دي عمري ما هنسالها. بالظبط، لازم يعني التسامح في العلاقه بالذات بين المتجوزين دي اداه مهمه جدا، شيء صفه لازم تكون موجوده.
لبناء علاقة قوية. عمرك ما هتلاقي علاقة ما كانش فيها تسامح ويقولولك دي علاقة قوية. طيب هل مرتبط ان التسامح، الست عندها قدرة على التسامح اكتر من الرجل؟ يعني في بعض الناس بيقولك يعني ان الست ممكن تفوت عشان عايزة حياتها تمشي، لكن في حاجات الرجل ممكن تبقى الدنيا عنده مش بالمنظور الاوسع في ان هو يتسامح في بعض الامور، او في ان يدي فرصة تانية حتى لو وجد خطأ. يعني بعض الرجال مثلا لو زوجته صوتها عالي وفي الخلافات بتغلط او بصوتها بيعلى، ده انا بتكلم، ممكن ما يبقاش يقدر يقبل ده، لكن هو ممكن يدي لنفسه الحق ان هو يبقى صوته عالي وان هو يغلط في الخلاف، مراته تسامحه وهو مش قابل ان يسامح. اعتقد دي فوق فرديه، هي مالهاش دعوه براجل وست، هي ليها علاقه بـ 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 بسمات شخصيه. بالزبط. انا عندي القدره ان انا سامح، مش اسامح بس، ما هو انا عشان اسامح برضو لازم يبقى عندي القدره ان انا اكون متفهم الطرف الثاني او متفهم موقفه. يعني كتير جدا على فكره ممكن يكونوا بيغلطوا وانا ممكن ان انا اختار، يا اما هشوف حد شرير قوي وفيلين جدا، يا اما هشوف حد يا حرام هي مثلا عندها مشاكل، مثلا خوف، عندها مخاوف، او زي ما بنقول انسكيورتيز مثلا، ما عندها احساس بعدم الامان مثلا، فهو ده اللي مخليها ان هي مثلا توقع بين صاحبتها. فانا اللي عندي الاختيار في ان انا اشوفها ازاي. لو انا عملت كده مع الناس على فكره هكون بعمل كده مع نفسي. يعني لو انا بتعاطف مع الناس مش بتعاطف معاهم ان انا برضو هفضل غلبانه وان انا يعني عادي، لا عادي بتعاطف معاها ان انا بشوف من منظورها، من منظور من عندها. طب انا اقدر ازاي اوصل للمرتبه دي يا استاذه ولا؟ يعني ده موضوع هايل. يعني انا بجيب من الاسئله الجميله بتاعتك بصراحه. بوصل له ازاي؟ هل احنا بنوصل له سهل؟ لا طبعا. ايوه ما بنوصلش ده سهل ابدا. بنوصل له طبعا بنوصل له لما بنشتغل على نفسنا، لما بنشتغل على افكارنا. ما هي دي افكاري زي ما قلت في الاول، التسامح ده قرار واعي، واعي منك. انا هسامح عشان خاطر مصلحتي، عشان خاطر نفسي، عشان دي حاجه كويسه، علشان دي حاجه هتعود عليا عقليا وجسديا. لان الناس اللي ما بتسامحش على فكره هتلاقي عندها امراض كتير جدا. تخيلي ناس عايشه حياتها بمشاعر متراكمه كلها مشاعر استياء وغضب، فانت متخيله جسمهم هيتكلم ازاي؟ هتبقى توكسد، كل حاجه مسممه جواها. بالظبط. فانا الاول باخد القرار الواعي ده، وبعد كده ببتدي ان انا اشتغل بقى على مشاعري، انا بتعامل مع نفسي ازاي؟ عارفه اللي هم زي ما بيقولوا كده نوع من انواع تزكيه النفس. انت بتشتغلي يعني عارفه تزكيه النفس ده يعني ان انا بشتغل على نفسي في ان انا بعمل لها ايفولفينج او ان انا برتقي بيها. فبرتقي بيها من اول ما انا ابتدي ان انا انتبه ليها، لتصرفاتها، لافكارها، فانتبه للافكار فابتدي اغيرها، فتتغير المشاعر، فيتغير السلوك، فتتغير الحياه، فروح نفسها بتسمو. ما هو ده رحله الارتقاء بتاعت البني ادم. بالظبط كده. طب احنا نقدر نطلع ولادنا ازاي؟ يعني نطلع ولادنا ان عندهم الطاقه الايجابيه والطاقه المنوره قوي دي من قيمه التسامح وان هم يدوا فرصه لبعضيهم. الاطفال حسب تدرج سنهم. يعني انا بنتي لما كانت صغيره لما كان حد يضربها او يعمل لها حاجه تقول له ده كلام ما يرضيش ربنا، فكانوا بيتريقوا عليها، يعني انت ايه اللي بتقوليه ده؟ هي شافت مامتها فالكلام ده ما يرضيش ربنا، فطبعا كانت بتتسحل يعني. فازاي اقدر اخليهم برضو قادرين ياخدوا حقهم، قادرين يفهموا الطرف الثاني ان هم مش ضعفة، وفي نفس الوقت يبقى عندهم الطاقه الايجابيه اللي حضرتك من كلامك بتنوريها جوايا؟ طيب اول حاجه انا اعلمها ازاي لاولادنا، احنا اللي فعلا المرايه بتاعتهم. لما يشوفوا الاب والام حصل بينهم مشكله والاثنين تسامحوا والاثنين بيسامحوا بعض ازاي، وفي ايه انا بحب قوي قوي استخدمها او بحب افتكرها انا شخصيا لنفسي اللي هو ولا تنسوا الفضل بينكم. الآية دي جميلة جمال رائعة، لأنها يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، هو بيقول علشان هو عارف ان في الوقت ده هيكون في حاجة وحشة، في حاجات وحشة فوقه أكيد كان في حاجة حلوة. أيوة. فأنا كأب أو أم
وانا احنا الاثنين بينا علاقه اكيد في الحياه، اكيد هو مثلا زي ما انت قلتي ممكن هي تعلي صوتها، ممكن هو يغلط، ممكن اكيد الولاد بتشوف اوكي سواء وهم اطفال او شباب. والعلاقه الجميله اللي بينهم في ان ماما سامحت، بابا بيسامح ازاي، ده اكبر مثال انا ممكن اعلمه لاولادي. انتوا شايفين احنا بنعمل ايه؟ ان انت تكون متسامح ده مش معناه ان انت ما يكونش ليك حق، لا طبعا، حط حدودك. طيب الست ازاي تقدر تسامح في الخيانه؟ هقول لك اول حاجه لازم تفهم ان اتس اوكي، يعني اوكي هي غلطه وحصلت او غلطه بتحصل، احنا مش بشر، هي نفسها مش شرط ان هي تخون يعني، احنا بشر مش احنا بشر مش ملايكة. احنا ممكن بالظبط ممكن نغلط، فانا لازم اتقبل فكره ان انا محتاجه ان انا دلوقتي ان انا سامحه، يعني علشان العلاقه على فكره ممكن الدروب ده يخلي العلاقه بعد كده اقوى. يعني رشا بتقولي يعني قول. طب ليه مفروض تسامح؟ يعني ليه خير ان شاء الله ليه تسامح؟ طب هو احنا ازاي بنطلب ان احنا ما نسامحش وفي نفس الوقت احنا بنطلب من ربنا ان هو ممكن يسامح حاجات افظع من كده بكتير؟ الله ينور. يعني ليه انا مش شرط ان انا اطلب؟ ماشي كلنا عايزين ان احنا نبقى احسن، كلنا عايزين ان احنا نبقى افضل نسخه منا. على فكره ممكن تبقى الدروب اللي حصل او السقطه اللي حصلت تخليه النسخه الافضل من اللي هي كانت متوقعه كمان، دي حاجه ممكن يشيلها لها. بلس ان انا بدي علامه او بديكي مسج اللي هو على فكره انت مش كده، انت مش كده، انت مش خاين، على فكره انت كويس، ودي كانت غلطه. نفس اللي بتعمليه مع اولادك وانت بتربيهم. في فرق لما ابنك بيغلط، هل بتقولي له ايوه علشان انت مثلا فاشل، علشان انت غبي، ولا لا علشان مثلا انت ما ركزتش؟ تمام، لكن انت اصلا كويس. فانت ممكن تطوري ده، انت ممكن تخليه نسخه احسن بكتير، انت فعلا بتدي له فرصه تانية انه يبقى نسخه احسن، بتدي فرصه لجوازكم، لان الجواز هي مش قصه اللي غلط يلا ننهي. الجواز اكبر من كده بكتير. بالظبط، الجواز اكبر من كده بكتير. بلس ان هو هنقول يعني هو ومن عفا واصلح فاجره على الله، ده دي ايه ثانيه. من عفا يعني في حد غلط فيك، في حد غلط. واصلح فان انت بتصلح قلبك الاول علشان الثاني هيتصلح. وفي الاخر ربنا بيقول لك ايه، يعني انا مش شيخه ولا داعيه، بس انا بمناسبه طبعا هي النصوص القرانيه او الايات القرانيه فيها نماذج من حياتنا وعظه لينا من حاجات كتير قوي في نصوص قليله جدا لكنها واضحه وشريحه لنفسها. بالظبط، فتخيلي بقى اهميه التسامح اللي ربنا قال عليها، ان في الاخر انت لما تعمل كده لا ده انت اجرك عندي من كتر عظمة. انا اللي هاجرك عليه. بالظبط، من كتر عظمة الموضوع. طيب دلوقتي في حاجات مهمة جدا، احنا اتكلمنا عن الازواج والزوجات، لكن دلوقتي في الشغل احنا ساعات بنخلي الموضوع بيرسونال شوية، يعني بنخلي دلوقتي انا زعلت من واحد زميلتي او زميلي في الشغل وشخصنت الامور، ازاي اقدر افصل في علاقتي وان انا ادي فرص لنفسي في التعامل او معرفة الاخرين على مستوى الشغل؟ يعني حتى ان هنا مش موضوع تسامح بقى، هو موضوع ان انا بدي فرصة تانية للي قدامي. يعني دايما في الشغل او اغلب الناس بيبصوا لبعض ان انت مش بتقولي نصيحة لوجه الله، لا انت بتقوليها لي بس عشان ارجع انا خطوة لورا. أيوه. فانا ازاي انقي نفسيتي وفي التعامل على مستوى الشغل؟ بصي هو مش الشغل كمان بس، زي ما انا قلت لك هو احنا عباره عن ايه؟ يعني احنا عباره في الاصل عن افكار. يعني انت مشاعرك والرؤيه بتاعتك والكلام ده كله هي عباره عن افكارك او النضاره اللي انت لابساها. تمام؟ انت لو انت عايزه ترتقي بنفسك او ان انت بتحبي نفسك او ان انت مش عايزه يبقى، ما انت لازم الاول تفهمي ان كل المشاعر اللي هي السلبيه والنفسنه والشخصنه والكلام ده كله، الله ينور عليك، كل ده هياثر عليك انت الاول، بياخد من الطاقه بتاعتك انت. فمش الشخص الاخر نهائي. انت هتفضلي واقفه عند حته معينه والطرف الثاني مالوش دعوه على فكره، يعني انت كل الاذى جاي عليك انت، تخيلي كل الطاقه دي طالعه منك كلها على حاجه هض، يعني انت بتهدريها. طب ما تطلعي طاقه احسن من كده في حاجه بناءه شويه. تمام. فالقصه اللي هو افكار، زي ما انا قلت انا حره او مخيره او انا اقدر اختار. انت لما بتعملي الكلام ده انت بتعمليه ليه؟ وهديكي فرصه اولى وثانيه. تمام، ان انا اديكي فرصه ان انت تطلعي البني ادم كويس. جايز انت حاسه يعني مثلا، ولنفترض انا غيرت منك يا منى،
تمام؟ اول حاجه لو انا عايزه اشتغل على نفسي الاول وانا عارفه ان انا غياره مثلا، تمام؟ اول حاجه اعترف جدا ان انا بغيب بيني وبين نفسي، مش شرط اجيلك. دي هتبقى بدايه العلاج. بالظبط، بدايه العلاج ان احنا نعترف بحاجاتنا. انا الحوار معاك يا استاذه ولاء ممتع جدا، وبتمنى من الطاقه الايجابيه دي ان تكون وصلت لمشاهدينا، لان طاقتها الايجابيه مشعه جدا. بتمنى لك من قلبي كل التوفيق. بشكر الاستاذه ولاء الجمال استشاري العلاقات.